أهلا بكم. كل الطرق لا تؤدي إلى الحكومة ولا إلى الحوار ولا إلى الاستقرار، كل الطرق مسدودة، البعض بسبب عوائق مصطنعة والبعض الآخر من صنع أفرقاء محليين وأقليميين ودوليين، والبعض الآخر مسدودة ومقطوعة بسبب الحفريات والأفخاخ التي ينصبها كل للآخر. ناجون عائدون من أندونيسيا بالقوة، هم بالأصل لا يريدون البقاء في لبنان ولذلك تركوه، فأعادتهم الدولة اليوم في مشهد استعراضي بائس ومبكي. النازحون السوريون تحولوا من مشكلة إلى قنبلة تنفجر هنا وهناك، مشاكل أمنية اجتماعية أخلاقية وصحية، والتعامل مع قضيتهم ليس على أساس أنهم عائدون إلى سوريا بل باقون في لبنان. أبشر، لماذا لا يتهم الأردن بالعنصرية وتركيا والعراق الذين أغلقوا حدودهم؟ لماذا لبنان دائما الحلقة الأضعف والخاسرة الرخوة كالمقطوع من شجرة؟ مزايدات وسمسرات وصفقات على حساب النازحين، والبعض من السياسيين يتمنى أن يصيروا بالملايين كي تزداد الملايين في جيبه. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بوسيم بزي الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم. أهلا فيك وبالأو تي في من خلالك دائما. ليش ما عم تتشكل حكومة لهلا؟ لأنه صارت الأزمة بالبلد تدحرجا أكبر من مسألة تشكيل الحكومة. واضح أنه الأزمة بالتراكم عم تكبر أستاذ جورج، معايير حلحلتها. قد تكون الحكومة هي بالشكل تمظهر الأزمة، لكن التعقيدات اللي عم بتخلينا نقترب من الأشهر الأخيرة لولاية الرئيس، خاصة أنه المنطقة كلها تتلقف الآن انعكاسات الحراك الدولي الكبير اللي صار بثلاث أسابيع الماضية. انتقلنا خلال أقل من أسبوعين من أقصى الخطر اللي كان مجسد بالضربة العسكرية على سوريا إلى أقصى الإيجابية المتمثلة بالاتفاق الروسي الأمريكي حول الكيمياء السوري من جهة، والتقارب الإيراني الأمريكاني في اجتماعات نيويورك. هذين الحدثين اللي نقلونا 180 درجة، لازالت المنطقة والعالم الآن ناطرة كيف هذا بده يتمظهر على ساحات المنطقة، ولو أنه هذا الأمر بده زمن طويل، لكن هذا المعنى الانتظاري. لبنان الآن مزيد من شلل مؤسساته، مزيد من الفراغ، مزيد من عجز اللبنانيين على أنهم يقدروا يظهروا نفسهم بمستوى أهمية اللحظة القادمة. كل شيء عم يقدروا يعملوه اللبنانيين أستاذ جورج أنهم عم بيصنعوا مزيد من الأزمات اليومية مثل ما تفضلت بمقدمتك، مزيد من الملفات التي توضع على الرف. حكومة استحالة الآن بظل هذا الانقسام العمودي. لازم نعترف أستاذ جورج أنه في فريقين كبار بالبلد راهنوا على مدى سنتين على خيارين متناقضين بقراءتهم للوضع الدولي وللوضع الإقليمي، والنتيجة اللي توصلنا لها على الأقل بالذهاب الفجائي لإمكانية استهداف سوريا، في فريق برهاناته أصاب، وفي ما بدي استعمل تعبير قاسي، وفي فريق تاني برهاناته خاب. وبالأمس سمحت السيد هاشم صفي الدين بخطاب لافت لإله مبارع عشية عم بيقول لو نحن بدنا نتعامل مع الواقع اللبناني على أساس من ربح ومن خسر مش على أساس الشراكة والأخوة بالبطن كان في لبنان جديد هلأ موجود. هذا شو بيعني هالكلام الواضح؟ بيعني أنه على الأقل الفريق اللي سقطت رهاناته يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من الجرأة أنه يعمل مراجعة، يعمل إعادة مقاربة لما وقفه. لذلك أستاذ جورج، بما أنه وضع دولي جديد ووضع إقليمي جديد، نحن بين فؤاد شهاب الرئيس القوي وبين الياس سركيس الرئيس الضعيف، هذا ضعيف يعني المعادلة التاريخية بالسياسي، كان الظروف وبس صحيح، كان من أشرف رؤساء الجمهورية. أنا مش عم بحكي بالشخصي، عم بحكي ضعيف كلمة كولاية كولاية. في طلعنا نحن بآخر ولاية رئاسية بما سمي الرئيس التوافقي. أنا برأيي بعد 5.5 سنين من ولاية الرئيس سليمان واضح أنه مسألة الرئيس التوافقي
لم تنجح كثيرا بأن تقدم مضمونا جديدا بالسياسة اللبنانية. 4-5 شهور على العهد الحالي تبقى منا، ما ببنا نفتح جردي مع هذا العهد نحاكمه بالنجاحات وبالسقطات. نحن نحترم الرئيس سليمان، يمكن الظروف اللي اجت فيه كانت صعبة وما سمحت له أن يحقق إنجازات كبيرة، لكن كمان ما بدنا يعني ننسى انه نحن مأزومين امنيا، مأزومين حكوميا، مأزومين اقتصاديا، وهناك سلسله من الملفات صنعناها مأزومه منا اللي تفضلت فيه قبل قليل، المأساة الكبيره اللي صارت لابناء الشمال باندونيسيا. لكن كمان استاذ جورج بيلفتني بيان كتله المستقبل الاخير من 5 ايام عم يحكي عن انه السلاح غير الشرعي، ويقصد سلاح حزب الله، هو سبب المأساة اللي صارت مع ركاب السفينة. إنه هل يعقل إنه رئيس بحجم الرئيس فؤاد السنيورة له من الحصافة ومن القدرة ومن تجربته العميقة بالسياسة وبإدارة الدولة وصل بالنص البياني معه إنه ينتقل من إنه أضرب سيد الرئيس بما قاله بالفورين بوليسي إلى إنه يوصل ببيان الكتلة، رسالته الشهيرة للرئيس أوباما، للرئيس أضرب سيد الرئيس، إنه يوصل يقول إنه سلاح المقاومة هو سبب بمأساة هؤلاء. معلق تعليق بسيط أستاذ جورج، اللبناني اللي عبروا البحار من زمن طويل بالتايتانيك وبغير التايتانيك بالقرن التسعتاعش والعشرين، واللي كثير من سفرات وفتوحات بالعالم قد تكون كانت بوسائل غير مشروعة بوصول إلى بعض الدول، نحن ما كنا التفتنا للي صار لو يوصلوا أهالينا على أستراليا بمسيرتهم وينجحوا، كنا هلأ عم نتغنى بنجاحاتهم. لكن أنا بدي أسأل كتلة المستقبل الحبيبة واللي نحن منعترف إنها تمثل ما تمثل بالبلد، هل أنه السياسة الاقتصادية للحكومات التي تعاقبت من 92 قدمت العكار لأبناء الشمال ما يشجع على بقاء مع أرضهم؟ هل تنمية القطاع الزراعي لحظت الحكومات الحريرية والسنيورية على مدى سنوات لتبقي أهالي الشمال وعكار بأرضهم، والله كانت الأولوية لقطاع الخدمات الذي ربط بزيارة رجال أعمال من دول معينة لتعيش وتستثمر وتسوح وتدفع في لبنان، والآن هني قالوا لهم لهذه الرجال الأعمال من هذه الدول هلأ ما عدتوا تجوا على لبنان، وكل ما بنيناه كان هدفه شغلتين، السوليدير وسنسول على البحر أستاذ جورج. هذه السياسات هل أسست فعلا لإبقاء أبناء عكار والشمال وتنميتهم ورفض وإعطاء فرص عمل لهم وبناء القطاع الزراعي؟ هذه أسئلة مشروعة، هيدي أهم ولا ربط الأمر سلاح المقاومة لدرجة أنه إذا ولد صغير بده يقرأ البيان بصير يقول أنه هل وصلت الأمور إلى هذا العبث العقلي مع الصغار قبل الكبار؟ بعدين هذيك اليوم صرفت الحكومة 100 مليون دولار لأبناء الشمال، ما عدنا سمعنا عنهم أستاذ جورج، ولا عرفنا بأي سبيل انصرفوا هول، وهلأ عم نحس أنه في صراع سياسي مرير على أرض الشمال على الملف الأمني، على ما يسمى الخطط الأمنية المتناسلة، لكل يوم عم تجتر خطة جديدة، في حملة كبيرة على الوزير مروان شربل، مش عم نفهم أهدافه ولش هالقد مزعوجين منه للزلمة. لذلك يعني على الأقل حد أدنى من الموضوعية السياسية بالمقاربة. أما بالموضوع الثاني اللي تفضلت فيه بمقدمتك اللي هو ملف النازحين، أستاذ جورج إذا بتحط قدامك المنحني البياني لطريقة مقاربة أجهزة الدولة ورئاسة الجمهورية والحكومة مع ملف النازحين منذ لحظته الأولى حينما تمظهر، كان هيدا مربوط برهانات على سقوط النظام في سوريا. لذلك مبدأ التعاطي مع هذا الملف كان استثماره بالسياسي واستخدامه كسيف مسلط، لدرجة أنه لما حاول الأمن العام واللواء عباس إبراهيم أن يتعاطى مع 14 موقوف جنائي بموجب الاتفاقيات المرعية الإجراء بين دولتين، ولا زالت سوريا الآن هي الضامن في المجتمع الدولي للاتفاق الكيماوي. السجود بالعكس، هذا الاتفاق الكيماوي أكد من جديد موقع الدولة السورية كضامن للاتفاقات. نحن بلبنان اعتراف بشرعيتها
من جديد بينما كانوا عم بيقولوا فقد شرعيته. نعم عم نعم. بيتم التعامل معه والتواصل معه والتعاطي معه وكأنه هو السلطة الشرعية الوحيدة في سوريا. صحيح. بينما الأمريكان صار لهم سنتين بيقولوا فقد شرعيته. عظيم. مزبوط. حتى أنه إذا بتلاحظ أستاذ جورج من أكثر من 6 أشهر هذه اللازمة في الخطاب اليوم الأمريكي جرى حذفها. ما بقى فيه. لا بل سأقول لك أكثر من ذلك أستاذ جورج، أنه بنقاش صار بين وزير الخارجية السوري وبين جيفري فيلتمان باللقاء الأخير بنيويورك، كان النقاش أنه حق الرئيس الأسد بالترشح بال2014، وقال له وليد المعلم ستتأكدون أنه يمثل أكثر من 60% من الشعب السوري، وأنا أقول لك معلومي بهذا المجال. 2، والأهم سجوري عودي إلى ملف النازحين. ملف النازحين كان أي محاولة لأنه تعاطى مع الأمر بقدر من الموضوعية تخون ترجم بالنار. حتى الجنائيين لمفروض أنه لما أنت بيجي لعندك مليون 14 واحد اللواء عباس إبراهيم وقت من العام قامت لقيامة في منهم متهمين بتقطيع خصومه بالسواطير. لا ما هو وبالهدول لا هو اللاجئين سياسيين. وانت قلت كلمة طبعا وانت قلت كلمة بالمقدمة انه ليش تركيا والاردن لا يتم تظهير الامر بهذه الطريقة، ومطلوب من لبنان ان يكون فقط هو كالحمل الوديع لدغري بيتم الاقتصاص منه بناء عليه. هذا الملف بالتراكم في مسؤولية لخطاب سياسي بالبلد أوصلوا لهون. من يتحمل مسؤولية الأزمة الآن؟ من الذي يستطيع أن يقدم حلول للمكان الذي وصلنا إليه؟ أين هي الدول العربية والخليجية التي التزمت بتقديم أموال؟ والآن هل هناك محاسبة؟ إنه من هل في حدا بيتجرأ أستاذ جورج إنه يقول بعد فينا أو ما عاد فينا نتعاطى مع هذا الأمر بالطريقة الماضية؟ نحن مش عم نشكك لا سمح الله بالبعد الإنساني للمسألة، لكن هناك طاقة لبلدنا اقتصادياً استيعابيا ماليا على التحمل. في حدا بيتجرأ يحكي هذه العناوين دون أن يرجم بأبشع التهم العنصرية والإنسانية والثورية وغيرها من المصطلحات؟ على كل حال وصلنا لمرحلة إسا جورج عنده مجلس الوزراء الكلام عم بيكون غير هيك. الوزراء يلي عم بيحكوا بالتضامن مع النازحين عم بيقولوا أنه نحن ما بقى فينا نحملهم، بس ما فينا نطلع نحكي هيك على الإعلام. ليش؟ لأنه في خطاب معلب سلفا. إذا أنت جربت بشوية موضوعية تقرب هذا الملف ترجم تخون تخرج من إنسانيتك تتهم بالعنصرية، وبالتالي أنا برأيي هذا الخطاب الكليشيهات المعدي سلفا وصل لسيد جورج على طريق مسدود، ويجب أن نعيد مقاربة الأمر على أسس جديدة. السيد وسيم، لماذا ألغيت زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية؟ واضح أنه العهد عندك معطيات عنه؟ إيه طبعا واضح أنه العهد إسه جورج بهاللحظة، ونحن بدنا نجرب قد ما فينا نحكي سياسي، خاصة أنه العميد مصطفى حمدان هلأ محول على المحكمة، بس يعني لهالسبب بدنا نجرب نحكي بالسياسي. العهد بهاللحظة عنده أولويتين إسه جورج. الأولوية الأولى هي إمكانية أن تشكل حكومة ارتباطا بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول أنه هذه الحكومة لا سمح الله في حال الفراغ في موقع الرئاسي هي التي تذهب إليها صلاحيات السلطة التنفيذية، وهذا انتبه لي لإلى هذه النقطة لأنه قد تكون هي الأساس بكل المقاربات الخفية لملف الحكومة. البعد الثاني هو القيام بأعباء البلد الضاغط اللي هلأ حكينا عن 2 منها. الأولوية الثالثة عند العهد هي إمكانية التمديد لنفسه، وبما أنه آخر رئيسين بتاريخنا مددوا ولاياتهم قد يكون مشروع لهذا العهد أن يسعى للتمديد. لذلك بزيارة نيس الأخيرة وباللقاء مع الرئيس هولاند يبدو أنه الفرنسيين تحمسوا لمسألة تمديد ولاية هذا العهد، وكانوا هن قناة الوصل مع الأمريكيين. إذا الفرنسيين تحمسوا للتمديد يعني ما في تمديد.
عكل حال هلا انه فرنسي ما عم بيحطوا اصبعهم بشيء الا ما عم بيخرب. ما هلا بنحكي عن حلف المتضررين استاذ جورج. المهم انه على ضوء اللقاء بين الرئيسين هولاند وسليمان صار في لقاء مع الوزير فابيوس وتقرر تشكيل لوبي ضاغط داخل الولايات المتحده للدفع بهذه الفكره لكي تكون متحمسه امريكيا. اجى اتصال الوزير كيري كتعبير اولي عن هذا الامر، لكن الساعة مع الرئيس أوباما واللي هي أنا برأيي كانت مهمة للبنان ولموقع رئاسة الجمهورية وفينا نقراها إيجابا بخانة الرئيس سليمان، تبعها مقابلة للسفير جيفري فيلتمان مع صحيفة الشرق الأوسط منذ 48 ساعة، ومعروف أنه السفير فيلتمان واحد من أكثر المعنيين تاريخيا بملفات لبنان وسوريا والعراق بالفترة الأخيرة. بهيدي المقابلة السفير فيلتمان أشاد بشكل واضح بالرئيس ميشيل سليمان، وقد تكون هذه بداية إشارات لأن الولايات المتحدة أخذت بالرغبة الفرنسية بهذا الاتجاه. ألا قراءة. قراءة ما فينا نتبنيها بشكل نهائي. اثنين استاذ جورج، والأهم ردا على سؤالك، واضح أنه العهد بهاي اللحظة يسعى إلى تشكيل حكومة، وقد يكون هو له مصلحة من عدة جهات. يقال أنه اللقاء الأخير بين فخامة الرئيس وبين الوزير سعود الفيصل لم يكن مريحا من هذه الناحية، ويبدو أنه هذا ما أسس لإلغاء الزيارة أو عدم حدوثها الآن، لأنه إذا بتلاحظ أستاذ جورج أعلن عن موعد هذه الزيارة قبل سفر الوفد الرئاسي إلى نيويورك، وسفيرنا بالرياض إجا على بيروت لوضع اللمسات الأخيرة على الزيارة. لكن بما أنه المملكة، وهذا نقوله بالسياسي أيضا، وضعت كل رهاناتها وقراءاتها لملفات المنطقة، وهي قوة إقليمية معنية بالملفات، وضعت كل رهاناتها على أساس الضربة لسوريا، وبما أن الضربة لسوريا تبخرت خلال أقل من 24 ساعة وإجا محل معطى مناقض تماما قائم على تسويات كبرى إلى علاقة بالكيماوي وبإيران وبالخمسة زائد واحد بخمسة تشرين، السعوديين الآن هم في حالة نوع من الشتات السياسي، تخبط بالأجندة، ما عندهم بلان بي كانوا مستعدين له إذا ما حدثت الضربة على سوريا التي كانت بنظرهم سيستتبعها إسقاط النظام بسوريا. هذا التخبط له انعكاساته اللبنانية والسورية والعراقية والمصرية. إحدى هذه الانعكاسات الصغيرة الآن أنه نظام الوصاية السعودي الذي كان عم بيعبي الفراغ اللبناني بالسنة الأخيرة ما عنده أجندة لبنانية واضحة بهذه اللحظة على ضوء تراجع الضربة، لا يريد بهذه اللحظة تشكيل حكومة على أساس 996. وليد جنبلاط بموقف واضح وصريح على قناة المنار من أربعتين قال أنه صيغة 3-8 لم تعد صالحة، وبما أنه العماد عون والرئيس بري والسيد حسن نصر الله أطلقوا مواقف مشابهة بهذا الإطار، أصبح هناك فريق وازم بالبلد معه أكثرية بمجلس النواب ضد صيغة 3-8، وبالتالي هذا ما أسقط في يد الرئيس المكلف ومن سماه لرئاسة الحكومة، وبالتالي طارت زيارة الرياض على أساس هذا الكم من المعطيات، إضافي إلى أنه قد يكون هناك طلب رئاسي لبناني بملف النازحين السوريين يفترض على الخليجيين مبالغ قد تصل إلى مليار دولار بالمرحلة القادمة، وما في أيضا جهوزية بهذا المجال. في مجموعة عوامل طبعا منا أيضا تأجيل زيارة الرئيس روحاني إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن أمام مزيد من الفراغ والتهتك السياسي الداخلي. طيب الخبرية ال 11-11-8 صيغة الحكومية جديدة، إذا ما في 3-8 و 9-9-6 مطروحة لكن غير مقبولة، شو صحة الكلام؟ استاذ جورج شو الفرق؟ خلينا نتفق. ما هلا صارت قصة مثل لا علميا مثل أرقام اللوتو. خلينا رياضيا نحللها استاذ جورج. ال 11-11-8 هي نفس صيغة ال 9-9-6 بس على أساس 30 وزير،
يعني تلتين ضامنين لثمانية واربعتاش، لكن بلا ما تكون حصه الوسطيين ستة بالتسعة تسعة ستة بتصير ثمانية بالاحداش احداش ثمانية، وبالتالي هذا يسمح لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووليد جنبلاط انه يكون عندهم ثمان وزراء بالتمثيل، وبالتالي هيدي ما بتضيف بالمعنى السياسي المباشر لعلاج الأزمة. هيدي يعني اللي بيقبل التسعة تسعة ستة بيقبل الاحداش احداش ثمانية، لكن أنا برأيي المملكة العربية السعودية لا زالت تضع فيتو على أي فرصة لتشكيل حكومة في هذه اللحظة، لأنه المعطى السوري يحدث لها مزيد من الصدمات، مزيد من عدم القدرة والمرونة على التعاطي مع الوقائع الجديدة. بدهم شوية وقت ليهضموا الواقع الجديد. الرئيس روحاني سيزور الرياض لاحقا، لكن الرئيس روحاني لا يريد أن يحضر بإطار كم من المدعوين من الرؤساء والملوك وبإطار الحج، يريد أن يخصص زيارة للمملكة توضع فيها الملفات بشكل واضح على الطاولة، ومن لبنان وسوريا والعراق، وهذا له علاقة بمستوى الجهوزية السعودية لدفع الأثمان بناء على سقوط الرهانات. هل تفترض زيارة السعودية تنازل وتسوية إيرانية أم حلحلة سعودية في الملف السوري؟ في حدا بده يتنازل، السعوديين عندهم موقف واضح من الرئيس بشار الأسد يتمثل في موقف سعود الفيصل، ما في زوم نكرر مواقف سعود الفيصل الأكثر من تصعيدية تجاه سوريا، والموقف الإيراني هو موقف متضامن ومؤيد للرئيس السوري. عظيم. كيف بدها تكون في قواسم مشتركة بين الرياض وطهران حول الملف السوري؟ أنا بوضوح أستاذ جورج، وأنت بتعرف أنه رغم كل خطابنا عن القيم وعن الشعارات السياسية وعن الخطاب المجمل للناس، أثبت التطورات الأشهر الأخيرة أنه نحن بعالم لا تستخدم فيه القيم إلا للكلام الجميل وللضحك على الناس ببيوتها، وأنه نحن بظل لعبة أمم قاسية لا تفهم إلا بلغة المصالح، وبالتالي وهذا ينطبق علينا نحن حتى أنا وياك هلأ نحن وعم نخاطب الناس اللي عم تسمعنا ببيوتها، يجب ألا نعبث بعقول هذه الناس اللي عم تعطينا ثقتها الآن ووقتها لما عم تقبل تسمعنا ونحكيها كلام جميل منمق يعاقس الحقائق التي هي على الأرض. وبالتالي بالموضوع السعودي الإيراني في سنتين من الحسابات والحسابات على الضفة الأخرى. هلأ بتعمل جردي أنت أستاذ جورج، واحد وواحد اثنين، اللي ربح بحساباته بيعبر بقدرة معينة واللي خسر بحساباته بيعبر بقدرة، لكن الجميل بهذا الأمر وعودي لكلام السيد هاشم صفي الدين بالأمس أنه الآن معادلات الواقع هي التي تحكم مع تجميل للهزيمة، وبالتالي أنت بدك تجيبه لخصمك على الطاولة ظنين على كرامته لأنك مسلم بالشراكة معه، لكن بنفس الوقت في واحد خسر وفي واحد ربح أستاذ جورج. على أساس الإيرانيين الحرب لم تنتهي بعد أستاذ وسيم، أنا برأيي كل ما تبقى من اشتباك عسكري وقد يطول لسنة أو لسنتين هو نوع من زفر المرارة، هو نوع من الكيد الانتقامي، لكن المعادلات الكبرى أطلت تباشيرة بالأسابيع الثلاث الماضية. أنا رح أقول لك أكثر من هيك أستاذ جورج، أنه بالنقاش اللي صار بين جون كيري وبين الإبراهيمي بلقاء الأخير بجنيف ب 12 سبتمبر الماضي، الأساس بالنقاش كان اللي عم يطرحوه الأمريكان هو ألا يترشح الرئيس الأسد بعد 2014. هم مسلمون، يعني مسلم الأمريكاني ببقاء الأسد، لكن النقاش بحقه بالترشح بال 2014. بيقول الإبراهيمي أنه باللقاء الأول مع الرئيس الأسد بآب 2012 لم يكن الأسد حاسما بتمسكه بهذا الخيار، لكن بلقاءه الثاني معه بديسمبر 2012 بدأ الأسد متمسكا بقوة بهذا الحق. طيب. رح يأخذ أنا وياك بريك قصير، بدنا نطلع مع الرالي لوقت قصير، نرجع بعدها منتابع حوار اليوم وسيم بازي الباحث السياسي.
أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع وسيم بزي الباحث والكاتب السياسي. أستاذ وسيم، كنا عم نحكي عن سوريا، أنت مقتنع بوجهة نظر بتقول تحليل مستند إلى معطيات أنه باختصار انتهى السباق لكن النتيجة لم تعلن بعد، أنت مقتنع فيها؟ انتهى السباق. أنت جملت التعبير هيك سيد جورج. العناوين الاستراتيجية للصراع بعد سنتين ونص حسمت، في تسليم بسلسلة من الوقائع، لكن منظومة تظهير الوقائع على مستوى سوريا والمنطقة ستأخذ وقتا طويلا، وعملية حسم الصراع على الأرض في قوة متضررة سيد جورج، لكن الأمريكي سلم ببقاء الأسد حتى نهاية ولايته بال2014، وهو لم يسلم إعجابا أو حبا، بل سلم مرغما بناء على موازين القوى على الأرض. لكن كل الذي يجري الآن بين الأمريكان والروس والإيرانيين له علاقة بالحق الطبيعي للرئيس الأسد للترشح على أساس معايير انتخابات ديمقراطية بوجود مراقبين من كل العالم. الأسد حاسم بموضوع حقه الطبيعي، رغم أنه لم يعلن في مقابلاته الأخيرة وربطها بإرادة الشعب السوري، لكن واضح تماما أنه هذا الشعب السوري بعد سنتين ونصف من الألم والمعاناة، بعد ما جرى للبيئة الحاضنة لما يسمى المعارضة السورية، وبعد أن وجدت ما كيف تم هنا وكيف تم هنا التعامل مع الناس في ساحتي المعارضة والدولة، هناك انزياح لهذه البيئة الحاضنة من جديد باتجاه دولتها اللي كانت مقدمت للطبابة والتعليم والصحة والاقتصاد غير المديون ونعمة الاستقرار، بس اخذ منا الحرية. هلأ إذا الحرية مفهوم من خلاله يراد تدمير بلد، أنا برأيي بين النتيجة وبين الشعار على الناس أن تقرر وأن تحكم، أنا ما بدي أحكم السجور. لكن عودة إلى النقاش الآن، الأمريكي يعتقد أن الرئيس الأسد يملك الآليات التي تسمح له بأن ينجح. الإبراهيمي، وهون أنا بقول معلومة من خلالك، أن سوريا ستقبل زيارة الإبراهيمي خلال جولته القادمة في المنطقة خلال الشهر القادم، وهو سيكون يعني موضع استقبال من القيادة السورية، لأنه إذا بتشوف شو صار بين وفد المعارضة السورية اللي زار الأمم المتحدة وبين المعنيين في المجتمع الدولي، بتكتشف قديش الأزمة كبيرة عند هؤلاء اللي سقطت صفتهم التمثيلية، ما مرتكزاتهم على الأرض أو ما يسمى بالجيش الحر كل يوم عم تنفصل لعشرات وعشرات التنظيمات الجديدة، داعش المولود الجديد الذي ولد بالتوازن مع الاتفاق حول الكيماوي والاتفاق الأمريكي الإيراني، وهذا مسألة داعش ظهرت الآن كلاعب كبير ومفاجئ على الساحة السورية. وهنا نسأل هون أستاذ جورج، أين الخليج والمملكة العربية السورية السعودية؟ مين القابلة القانونية لداعش؟ في ثلاث قوابل قانونية موضوعية أستاذ جورج. إذا سلمنا أنه تركيا تلعب الآن تجاه سوريا نفس الدور الذي لعبته باكستان تجاه أفغانستان، وأنت إذا بتشوف مبارح صحيفة راديكال التركية مقالة عن خط الجهاد الذي يمر في أربع محافظات تركية، وكيف يأتي الشباب الأتراك من عمر 18 إلى 30 للقتال في سوريا، وكيف عم يجوا الأهالي الأتراك يدوروا عن أولادهم بحلب وبالمعسكرات داخل سوريا. بس هذه صحيفة راديكال بالأمس سجل. اثنين جورج، والأهم أنه الآن كل هذه الاجتماعات أعلن عن جيش الإسلام، هذا أعلن عنه، أعلن عن غرفة عمليات مشتركة لقوى المعارضة في الغوطة الشرقية، وهناك من يدعو الآن إلى الإعلان عن جيش محمد. كل هذه التشكيلات اليومية هي تعبير عن المأزق الخليجي بسقوط رهانات هزيمة الدولة السورية، ويتم مظهرة المزيد من الخيارات البديلة بين داعش وجبهة النصرة من جهة، وبين تنظيمات إسلامية سلفية هي عقليا وانتماءا في قلب داعش وجبهة النصرة، لكن يتم تجميع
تمويليا فرزة وإبقاء جانبا علها تشكل بديل مجمع يعني الحر. بمعنى مين يدعم بلكان؟ بمعنى مين أوضح بيدعم جيش الحر أو جيش الحر مين عم يدعم؟ إسا جورج هني إلون سنتين بيعبثوا بعقولنا. بدأنا أول شيء بالمجلس الوطني، ثم الائتلاف الوطني، ثم هيئة الأركان، ثم المجلس العسكري، والآن وكل هول شكل الجيش الحر ركيزتهم. بعد انكشاف فضيحة الجيش الحر بعد سنتين وتبين أنه هذا مصطلح إعلامي تجسيداته الواقعية هي مجموعات منتفعة من بيئة الحرب وأموال ومتزعمي أحياء، الآن آخر رهان عند الأمير بندر هو زهران علوش قائد لواء الإسلام بمنطقة الغوطة الذين يدعون أنه عنده 20,000 مقاتل، وحاولوا يوحدوا مع مجموعة تنظيمات. ولمعلوماتك أستاذ جورج، غرفة العمليات الموجودة بالأردن اللي بيقودها الأمير سلمان بن سلطان الأخ الشقيق للأمير بندر، يعني ليلة 20-21 حينما ابتدع ما سمي باستخدام الكيماوي، وأنا بحيلك بس للي عم بتقوله الراهبة الفاضلة أغنيس بالأمس واللي عم بتقوم بعمل علمي وتدقيقي بكل مشهد وبكل صورة ومقارنات بموضوع ما جرى بالغوطة. وبالأمس انعمل معها مقابلة تلفزيونية، سألوها إنك بتعتبري إنه حياتك مهددة، قالت لهم أنا شاعري إنه أنا رح أتعرض لشيء بس اللي عم فيه هو رسالة. هذا المعنى الإيماني اللي عم بتقوده إنساني وحدي للعمل على تظهير الحقيقة. لوين بيوصلنا؟ إنه الآن انكشفت كل الأكاذيب، كل المستور أصبح الآن مكشوفا، تأكدت العالم أنه ما في شيء اسمه جيش حر إسا جورج، وأنه كل القصة هي عملية يعني غزل لمعطيات وأسماء وأبراج عالية سقطت أمام الصمود السوري، والآن سترى المتاهة تلو المتاهة لمن لا يريد أن يسلم بحقيقة النتائج على الأرض. وأنا راح أفتح لك لهلالين إسا جورج، هناك قيادات أساسية مما يسمى بالجيش الحر بحجمه الحقيقي انشقت بالأساس عن الجيش السوري، عندها خلفية عسكرية ومناقبية، عم بتحاول عبر قوى أساسية موجودة بلبنان وبمواقع أمنية رسمية أن تتواصل مع الدولة السورية. وكتبت صحيفة الأندبندنت عبر روبرت فيسك مقال بالأسبوع الماضي حول هؤلاء، وروبرت فيسك طلع ثلاث أسابيع قعد بسوريا وعرف أنه هؤلاء زاروا سوريا والتقوا باللواء علي المملوك ثلاث مرات، ولبنان كان له، لبنان الرسمي كان له دور إيجابي بالسعي إلى التجسير بين السوريين. وهودي يمكن ما يكونوا من الجيش الحر، يمكن يكونوا فعاليات وعشائر ومواقع وقوى سورية حية بالمعارضة مقتنعة بضرورة العودة إلى حضن الدولة دون أن تتخلى عن خطاب المعارض، وهودي نحن منحترمهم ونحن معهم. وإذا بتلاحظ شغلي إسجل جورج هون، أنه بلقاءات جيفري فيلتمان كمساعد للأمين العام مع المعارضين السوريين كان له عنوان وحيد، أنه أنتوا رح تروحوا على جنيف وإيران موجودة، وأنا أنصحكم بألا تستمروا بخطابكم التصعيدي تجاه إيران، لأنه رح تضطروا تقعدوا على الطاولة بجنيف 2 وسيكونوا الإيرانيين موجودين. فإذا كل الهدف الآن إقناع الائتلاف بالذهاب إلى جنيف بحضور الإيرانيين. أخيرا إسا جورج، إذا بتلاحظ الوضع الميداني لما يجري الآن، الجيش السوري منذ 4 أيام أعاد تحرير بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي، واليوم حرر رسم النفل وبلدتين آخرتين في الريف الجنوبي. شو بيعني هذا؟ أنه تم فك الحصار عن حلب، والآن بدأت الترتيبات خلال 24 ساعة لبدء دخول القوافل والمساعدات إلى حلب. شو يعني؟ يعني انه وبالامس واليوم بمعارك عم بتصير بمورك بريف حما، التي هناك خطة كان للمعارضة لربط ريف حمص الشمالي بريف حما بإدلب، افشل هذا المخطط بمورك وبسوران وبطيبة الامام. هذا ماذا يعني إسا جورج؟ هذه اضافة الى الانجازات كل يوم في الغوطة الشرقية بعد ان تم اخذ شبعة، الان يكاد يحكم الاغلاق
على دوما، بعد في بس بلدتين هن دير العصافير ومزارع البلالية والنشابية، يقفل الإقفال على دوما اللي هي الضرة بالنسبة للسعوديين والأردنيين بكل مخططات والجسر الجوي إلى مدينة الزرقاء الذي ينقل السلاح. بالأمس صاحب الأردن، نعم بالأمس صحيفة غربية اسمها جورج حكت عن جسر جوي ينقل السلاح السعودي إلى مدينة الزرقاء. الأردنيين بشيكوا عليه بعد ما يشوفوا الأمريكان ويشوفوا نوعياته ومستوى الفعل تاعه ولمين بده يوصل. الأردني بياخذوا منه قسم والباقي يتم تمريره، علما أنه الجيش السوري بدأ مبارح بمعركة جديدة اسمها طوق درعا كما هناك طوق العاصمة، وبالتالي 5 فرق سورية لازالت تقاتل على حدود الجولان والسويدة ودرعا، والمعطى العسكري على كل الجبهات لازال لصالح الدولة السورية والرئيس بشار الأسد. مشان هيك الرئيس بشار الأسد بحديث للتلفزيون التركي رفع من وتيرة لهجته تجاه أردوغان وهجموا وأدانوا واستعمل تعبير لم يستعملها قبل وهدد تركيا. خلينا نستنتج، وقال تركيا ستدفع ثمن دعمها للإرهابيين. أنا بدي قربت ساعة الحساب. أنا بدي أشكرك على هذا السؤال لأنه في حس سياسي عالي عندك هسه جورج، ونحن مؤمنين بهذا الحس، بس منيح أنه نحكيها على الهواء. ليش هسه جورج؟ لأنه هذا الخطاب بالتوقيت الآن من الرئيس بشار الأسد يثبت أن الأسد قد انتقل الآن من الدفاع إلى الهجوم. لذلك مش صدفة انعطت المقابلة إلى مؤسستين إعلاميتين تركيتين، مش صدفة توقيت إعطاء هذه المقابلات، ولا صدفة المنطق اللي استخدمه الرئيس الأسد الآن بالهجوم على أردوغان. ليش إسا جورج؟ لأنه أردوغان أيضا مثل السعوديين كل خياراته وحساباته بنيت على معطى وحيد هو إسقاط النظام بسوريا. لذلك بما أنه أمير قطر ووزير خارجيته أخرجوا من المشهد، بما أنه محمد مرسي أخرج من المشهد، وبما أنه الآن الأمريكان أمروا ملك البحرين بإخراج رئيس وزراء سلمان بن خليفة من المشهد، بعد في 8 سيدفعا بالمنطق بإطار تصفية الحساب للمراهنين على الخسارة بالمملكة العربية السعودية. نحن المملكة منحترم دورة الإقليمي، منحترم مصالحها، منحترم أهمية حضورها بلبنان وبالمنطقة، لكن في ناس بالمملكة تولت ملفات وخسرت في طريق تعاطيها ستدفع موضوعيا ومنطقيا ثمن هذا الرهان الخاسر. وكذلك حزب العدالة والتنمية، نحن لا نتحدث عن تركيا، الرئيس عبدالله جول لازال متميزا بمواقفه السورية من أردوغان. واضح أن أردوغان يعني مش سهل نقول أنه بده يخسر حزب العدالة شعبيته بتركيا، لكن سيكون على الأقل انكفاءه نحو الداخل، وقد يكون وزير خارجيته هو الضحية. سجور، ليش عم تستثني الأردن؟ الأردن تحول إلى قاعدة تموين ورأس جسر لدعم المعارضة، وفي نظام قوي في الملك عبد الله، نظام قوي، ليش بمنأى عن اي تغيير بده يصير؟ خلينا نتفق سيد جورج هون انه الاردن على مدى 2.5 سنة حاول ان يمارس ازدواجيه الموقف. بلحظه معينه لمده سنه صمد الملك على صلابه رؤيته التي تعتقد وتؤمن انه مصير عرشه وعرش الهاشميين مربوط ببقاء الدولة السورية بنظام الحالي. هذه قناعة راسخة لدى الملك عبد الله. لكن الملك عبد الله ما في شك استاذ جورج انه الاردن هي دولة وظيفية تاريخيا، وبالتالي هي دائما تتحرك غب الطلب عند مشغليها، هذا امر محسوم. لذلك اصلا لما نوجدت هذه الامارة نوجدت باطار صفقات بين قوى الاستعمار وممالك المنطقة، ولا زالت تملك هذه الحيوية. الملك بآخر 6 شهور استاذ جورج فقد هوامش المناورة عنده، واضطر لأسباب اقتصادية وتآمرية وأمريكية وسعودية، وضع الإخوان المسلمين بالأردن ضبوا له إياهن استاذ جورج، سكتوهن. كل الإخوان كانوا بحالة صعود
وحتى بالأردن حتى سكتوا له إياهن ليقبل يمشي، لعبوا لعبة ابتزاز بهذا الأمر. شو النتيجة هلأ إسا جورج؟ النتيجة أنه الأردن الآن يتواطأ، الأردن يتآمر، الأردن يدخل السلاح، الأردن يدخل المسلحين، يحاربهم على أرض ويرسلهم إلى سوريا، لكن لازال يحاول أن يحافظ على شعرة رفيعة مع الدولة السورية من خلال منطق أنه أنا مغلوب على أمري بهذا الأمر، تحملوني بس لتمرق هالموجة العالية وأنا جاهز لأقدم لكم كل اللوائح وكل المعطيات وكل الأسماء. وهناك من يقول أكثر من ذلك، إنه الأردن بخلوهم يفوتوا من هون وبيبعث معطيات للسوريين ليترقوهم من هون. هذا يثبت إنه الأردن مأزوم بهذا الأمر، لكن لا نملك نحن إلا أن ندين تواطؤ دولة عربية على دولة عربية شقيقة، وأن نسأل هل معايير العلاقات بين الدول، وهذا اللي عم بيقاتل بوتين كل يوم دفاعا عنه، أنه كيف يجوز لدولة مثل تركيا أن تفتح حدودها ومطاراتها وموانئها لكل هذا الكم من الجهاديين العالميين من 83 دولة بالعالم، بيجوا على تركيا بيقعدوا بأوتيلاتها ومع مخابراتها ويدخلوا ليمارسوا على الأرض السورية كل أشكال ما إلى علاقة بالإنسانية ولا بالمعنى الإنساني. أستاذ جورج، هذا بأي نظام دولي نحن موجودين هلأ؟ وهل هذا لن يترتب عليه أثمان؟ بالعكس أستاذ جورج، الأردن، تركيا، السعودية هم أكبر الخاسرين. وليس سر أستاذ جورج أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين تداعى منذ الأسبوعين إلى عقد اجتماع عاجل بتركيا لمحاولة وضع آلية جديدة للتعاطي مع ما يجري بمصر وبسوريا، وأيضا بنفس الوقت عقد اجتماع آخر بلاهور بباكستان لمحاولة وضع خطة تعاطي مع مرحلة السقوط التي يعاني منها المشروع الإخواني. هناك معلومات تتحدث عن سعي لداعش لمبادلة مخطوفي أعزاز بموقوفين في لبنان، مزبوطة الخبرية؟ صحيح. صحيح. أنا رح أحكي لك. إلو دور فيها، مش إلو دور فيها، مطلوب منه دور للواء عباس إبراهيم. اسمح لي أعمل لك مقاربة بهذا. معلوم أكيد، أنا ناطرك. لواء عاصفة الشمال اللي هو بالشكل فصيل من فصائل الجيش الحر، أخذ أهميته التاريخية وأخذ هذه الشهرة ليس من خلال قدراته وعضلاته وامتداده العسكري والمناطق الواسعة اللي بيسيطر عليها، أخذ أهميته من خلال أبو إبراهيم الدادخلي وقضية الاعتداء على 11 زائر لبناني وخطف بهالطريقة الرخيصة اللي صارت فيها. الملف بالنهاية بعد صولات وجولات كلف فيه مدير العام الأمن العام الحالي سعادة اللواء عباس إبراهيم، والرجل تعاطى مع هذا الملف بمرحلته القطرية بهدوء وبحصافة وأيضا بمرحلته التركية، وهو أدرك من البداية العناصر والمكونات التي تسمح بهذا الملف أن يصل إلى بر أو شاطئ الإنجاز والأمان. لذلك بنفس طويل وبروع عالية من المسؤولية لم يتسرع بحرق الأوراق قبل أوانه. اللي صار هلأ أستاذ جورج أنه كذبة لواء عاصفة الشمال انفضحت وتبين أنه أهميته أنه موجود على بعبر باب السلام وأنه معه اللبنانيين. الآن أمام المعطى الجديد سارع اللواء إبراهيم، وهذا أمر غير معلن أستاذ جورج، لكن يجب أن يسجل للرجل بعض من كثير من إنجازاته غير المعلنة على الأقل حتى يأخذ حقه لدى المواطنين بهذا الأمر. هو استعاد فكرة جيدة جدا، هو أنه ألمانيا تاريخيا إلى سطوة على الأتراك لسلسلة طويلة من الأسباب. صحيح، وعلاقات تاريخية والمعاني التاريخية والجالية التركية بألمانيا وضخامتها و 3 ملايين تركي موجودين بألمانيا. وأي واحد هلأ بتوقفه بالطريق بيعرف أستاذ جورج أنه ما في شيء اسمه لواء عاصفة الشمال، ولا في شيء اسمه خاطفين سوريين، وأنه الأتراك هم المحتفظين بهذا الملف بإطار لعبة الأمم بالمنطقة أستاذ جورج. لذلك حينما الآن يعني نؤية
بملفهم بعد اللي صار. داعش شو عم بتقول؟ داعش عم بتقول انه انا الي في عندي 48 مخطوف من لواء عاصفة الشمال، بعطيكم اياهم بس اعطوني اللبنانيين، لانه انا عندي بسجون لبنان مطلوبين اردنيين وفلسطينيين وسوريين، وانا اذا بتعطوني اياهم هول انا بطالب بحقي باطلاق هؤلاء. لذلك هذا عنوان حيوي. لكن استاذ جورج خلينا نحسم انه هذا الملف لا عند داعش ولا عند ابو ابراهيم اللي صار بدار الحق ولا عند العماري اللي هو حاليا محطوط بالواجهة، هذا الملف عند حقان فيدان وعند الاتراك، وبالتالي هم الطرف الوحيد الذي سيوصل هذا الملف الى نهايته السعيدة. وانا باعتقادي استاذ جورج انه المعادلة اللي هلا نحن بصددها لما وصلنا لعند قصة ال 127 بنت سورية اللي كانوا هني موضع التفاوض، الان طرح على اللواء ابراهيم امكانية تجزئة الملف بانه دفعتين، هلا ثلاثة وبعدين ستة. رفض هو صحيح. مبدأ التجزئة بشكل حاسم. السوريين، الدولة السورية متجاوبة للأخير بموضوع ال 127 سيدة. وأنا برأيي استاذ جورج الملف نضج بالمعنى السياسي، لكن المهم أن تكون الظروف الموضوعية على الأرض مساعدة لإنهائه بشكل موضوعي. أنا بعد عندي دقيقة بس بدي أسألك. نعم. هناك انتخابات رئاسة جمهورية، ومن ترجح لهذه الانتخابات؟ مروحة أسماء معنا دقيقة إذا بتريد. أستاذ جورج كتير العالم وقفت عند المقابلة الأخيرة للوزير سليمان فرنجية على الأو تي في من 3 أسابيع، وكتير جرى تحليل الكلام اللي قاله، لأنه هن معتبرين أنه الوزير فرنجي يشكل مساحة مشتركة بين اعتباره اللبناني الوطني وبين صداقته مع القيادة السورية. هو تحدث أنه إذا ربحت 8 هي بتجيب رئيس، إذا ربحت 14 هي بتجيب رئيس، أو رئيس توافقي أو الفراغ. تجربة الرئيس التوافقي فشلت إسا جورج، 14 أذار خسرت الرهان الدولي والإقليمي. بقي عنا احتمالين، أو 8 أذار بتجيب رئيسة أو نحن رايحين على الفراغ. أنا باختصارا عم قلك هيك لوصلك لنتيجة. لبنان يعيش أزمة كيان، ولن يخرج من هذه الأزمة إلا بإعادة رسم للخطوط السياسية العميقة لموازين القوى اللبنانية على مستوى الديموغرافيا وعلى مستوى السياسي. من رحم هذا الحل يأتي الرئيس الجديد، وإلا بتشوف العماد أهوجي رئيس جمهورية؟ صعب السجور. صعب. بتشوف تمديد لرئيس الجمهورية العماد مشاي سليمان؟ أصعب. أنا برجح إما أنه معالم ما جرى على مستوى، بتشوف رياض سلامي رئيس؟ هيدي برأيي أنا خيار قد يكون موضوعي مع المصلحة اللبنانية العليا إذا وقعت التسوية على مستوى المنطقة. في شيء بعد اسم غير سليمان؟ يعني أنا برأيي المسألة سليمان فرنجي. إيه ما قلنا سليمان فرنجي. والعماد عون بمقابلته الأخيرة على الام بي ان أعلن أنه هو شخصيا مش مرشح، بس مرشح. إذا قررت الناس هي تنتخبه هذا خيار مهم ووطني وقائم وأساسي. أنا بدي أشكرك وسيم بزي، أهلا وسهلا فيك. تسلم. الباحث والكاتب السياسي، شكرا لك على الحلقة. أتمنى أن تكون حازت على استحسان الجمهور، وأنا متأكد أن حازت على استحسان الجمهور. شكرا لك استاذ وسيم، شكرا لمشاهدينا الكرام. بون ديمانش.